قدراتي أنا لازم أؤمن بيها، لأن أول نجاح لأي شيء في الدنيا يبدي من إيماني التام للشيء نفسي. وهذه قاعدة، إذا أنت ما آمنت في شيء أنت في نفسك، أي هزتيك أو أي نقديك أو أي شخص سلبيك يقول لك مثلا فلان 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 شيء سويت كذي، it will affect you directly، لأن ما في belief، ما في إيمان.